مشاهدينا الكرام، الراحمون يرحمهم الرحمن. عزيز نفس زي ما شفتوا ان شاء الله. يعني شفنا قصص وكل قصة لها حكاية. على 500 ألف بلدي أنا بين التيار حكنا. عندي فشل كلوي، حصلت جلطة وأنا صغير ما عرفناهاش، جسد عارج حوالي 5 سنوات ما عرفتش إيش فيني. مشاهدينا الكرام، الصدقة باب من أبواب الجنة. داووا مرضاكم بالصدقات، قصتك تقطع قلوب الناس. البرنامج بيقدم مساعدات من أهل الخير، بيقدموا مبالغ مالية. هذا 50 ألف ريال، اتفضلوا. 20 ألف ريال قدمت لك هذه السلة الغذائية. مشاهدينا الكرام، انتظرونا طوال أيام شهر رمضان الكريم على قناة السعيدة.